السلام عليكم. اليوم أبعطيكم قصة من القصص النادرة. مبنى ضخم هذا كبير، عبارة عن فندق فتح قبل أيام. إيش اسم الفندق؟ هذا الشيء العجيب في الموضوع. اسم الفندق وقت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيش قصة وقف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ طبعاً المعروف أن عثمان بن عفان أوقف بئر روما في المدينة المنورة، اشتراه بمبلغ 35,000 درهم، وكان مبلغاً ضخماً آنذاك، وأوقفه لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يزال ريع هذا البئر يتدفق إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. ولكن الوقف، الاستثمارات هذه اللي نشوفها، المباني والفنادق، لا علاقة لهذا البئر. القصة مختلفة وبنفس الوقت ملهمة. ما هي قصة وقف عثمان بن عفان اللي نشوفه الآن؟ عثمان من بلاد الكاف أتيا قبل 600 سنة إلى المدينة المنورة، واشتريا بيتا مجاور للحرم. واجهة البيت كانت تقريبا طول البيت 6 متر، وكل واحد نوى أنه يوقف نص البيت باسم أخيه لتستمر حلقات تحفيظ القرآن في الحرم. هالكلام قبل 600 سنة، وسبحان الله طيب النوايا لما اجتمع كل واحد قال نيته، فاتفق على النية وقرر أن يوقف هذا البيت ليس باسمهما ولكن باسم عثمان بن عفان، يمنا بهذا الصحابي الجليل الكريم المعطاء. فكان هذا الوقف فهو وقف أهلي يدر ريع، من هذا الريع أتت هذه المباني، الاستثمارات اللي نشوفها في أماكن متفرقة مثل هذا الاستثمار في المدينة المنورة. هذه منطقة بئر عثمان، بئر روما، وهي بئر قديمة كان يملكها رجل من قبيلة غفار اسمه روما، وكان يبيع ماءها على المسلمين، وكانت من أعذب مياه المدينة، فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على شرائها وبذلها للمسلمين، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها في سبيل الله. هذه المنطقة كلها، هذه منطقة بئر روما، منطقة شاسعة ما شاء الله. رضي الله عن عثمان بن عفان، ما شاء الله. هذه المنطقة، منطقة بئر روما، فيها البئر وأشجار النخيل وهكذا، مساحات ممتدة ما شاء الله تبارك الله. هذه بئر روما والمساحات التابعة لمنطقة البئر، والتي أوقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المنطقة وقف نماء، وقف نماء، وبئر منطقة بئر روما تابعة لوقف بئر روما.